مليار ديال التعويض وتعويض اخر وتعويض اخر. ايوا عندي ميل فخر كان هي معقول عندك ميل فخر. مرحبا والله يجزاك مرحبا وعاك الكلمه هذه ما كنبغيش انا مزايده قدام المغاربه كنقول لك شوف انا احترمك ماشي حيت دابا وكنحترم كل شيء خلي الحقيقه ربي شاء احترمك واحترم كل واحد ولكن مادام استعملتي معايا هذا التهديد دابا والميل في التامل وكتقول القاضي باقي ميل فخر اقسم لك بايات الرحمن سأدافع عن نفسي حتى نقول لك قدام ملي غيجي داك اللي غيجي بهذ الروح تقطع لك يجبد الروح ملي غتكون روح ديالي غتمشي عبد الله عزيز سأدافع عن نفسي وأترك وصية لولادي هي هاد الملف اللي بقى هنا معك وهاد الظل اللي بقى معك في إطار القانون وفي إطار هاد المؤسسة البلاد المغربية خضلمني وخا يوقع لي وقع لا قدر الله أقسم لك بآيات الرحمن لي ما جاتك على بالك في إطار القانون في إطار عادي فعل راسي أنت عند القانون عادي هادي بالك أنا ما كنبغيش نضرب هاد الأسلوب اللي هدتيني خاصك تعرف منين جيت إيوا أنا ما بغيتش نهضر معاك كلنا بغينا النقاش يبقى قانوني ونتيقوا في ديك القاضي اللي كيبت وباقي من الخرجة وباقي من الخواجة علاش تقولها شكي طلب 20 مليار حتى ما عادش دير كاع جا دابا عيط للتامك وقول له دينا كاع مالك اللي عندك انت هاد السلطات كاع دير سير دير دينا دي ديريكت وصافي ديك السيك نعرفوا حناش من دولة ما بقاش كلشي الشعارات تحط اطاب ما بقاش نبقى انا زوينة هاد المحاكمة ديالي انا ما كنتش عارف هادشي كامل انا ما كنتش عارف التغول وصل هاد المستوى التهديد وباقي من الفخر جي الاعلام وباقي من الفخر اش ندير سير دير شكاية ومالي هربت هربت انا دابا غدا تعيط للفرقة الوطنية تلقاني عندك بكل احترام ليهم واخا يوقع اللي وقع وبالاداء والسلوات القانون واللي قراتو النيابة العامة واللي قرروا المحكمة مرحبا من غدا ولكن اعطيني ما معنى الدليل اش بغيتي تقول بها وباقي من الفخر ساليتي معايا هاد الميل بعدا صفيتيه حضراتي السيدات والسادة ان هذه المناسبة تأتي لإعلان تقديم عريضة شعبية إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذه العريضة تحمل في طياتها صرخة شعبية صادقة تطالب بالتدخل الملكي السامي لمحاسبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. لقد أصبح جليا أن بقاء هذا الوزير في منصبه يشكل خطرا على قيم العدالة وحقوق الشعب ويمثل إساءة لصورة الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها. ففي عهده شهد المغرب تصاعدا غير مسبوق من الاحتقان نتيجة مواقف وقرارات لا تليق بمنصب يستدعي الرزانة والحكمة إذ حول وزارة العدل التي كانت مقدسة في ذهنية المغاربة إلى منصة للإساءة إليهم وتجاهل طموحاتهم المشروعة للعدالة والمساواة. إننا عبر هذه العريضة الشعبية نناشد جلالة الملك حفظه الله بتدخل حاسم لمحاسبة هذا الوزير الذي أضحت تصريحاته أداة للمهانة وزعزعة الثقة في الدولة وسياساته قائمة على العشوائية وتحمل إساءة جسيمة لكل مغربي يؤمن بالعدالة. حضرات السيدات والسادة فلتكن هذه العريضة صرخة نتوجه بها إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فاستمرار هذا الوزير في منصبه إهانة لمبدأ العدالة واستخفاف بآمال شعب يؤمن أن العدالة هي الركيزة الأولى لكل دولة تحفظ حقوق مواطنيها وتصون كرامتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.